بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الأستاذ عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، سيد الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أستاذ محمد شبانة، عضو مجلس إدارة الأهرام ورئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي، السادة والسيدات الحضور، الحقيقة يعني أنا بشكر كل واحد جه النهاردة، والحقيقة مش عارف أقول إيه بعد اللي سمعته ده كله، لكن أنا بعتز بالوقوف أمامكم لأنال تكريم مؤسسة الأهرام التي قضيت فيها أكثر من 36 عاماً، كانت أجمل وأهم سنوات العمر. أنا سعيد جداً لما قدموا لي الأهرام وما قدمت له، وبكل معاويني والمساندة التي حصلت عليها داخل المؤسسة. يتم تغيير شكل ومفهوم الإعلانات والتسويق الإعلاني في مصر على يد وكالة الأهرام للإعلان وإعلانات الأهرام. أحيانا لازم أعترف بالفضل لبدايتي داخل الأهرام وقيادات اللي وقفت جنبي تسندني داخل الأهرام، على رأسهم المرحوم أستاذ إبراهيم نافع. بشكر كل الناس اللي تعاونوا معايا علشان نوصل للأهرام لقمة، أو وكالة الأهرام للإعلان لقمة الإعلانات في المنطقة العربية، وبالتالي يوصل بالأهرام لأقوى قوة إعلانية وتحريرية على مستوى الشرق الأوسط ككل وعلى مستوى أفريقيا. يسعدني أيضا بهذه المناسبة أن ابتدى التسويق الرياضي بدايته في وكالة الأهرام للإعلان، وتطور وأصبح مش عارف أعبر إزاي، لكن أصبح إحدى السمات المميزة للتسويق بمفهومه الحديث والخاص بالرياضة في مصر والرياضة في العالم. كل دوت كان السبب الأساسي بتاعه هو مؤسسة الأهرام اللي إحدى إدارتها وكالة الأهرام للإعلان وإعلانات الأهرام. الحقيقة مشوار داخل الأهرام مشوار طويل ما يقرب من 37-36 سنة، قابلت فيه أو لقيت فيه كل حاجة حلوة، حب زملاتي داخل الأهرام وحبي وتفانيهم معايا للأهرام كأهرام وكمؤسسة، وهو ده سر نجاحنا ونجاح مؤسسة الأهرام إعلانيا على مدار هذه السنة. شكرا، مش عارف أعبر أكثر من ذلك، شكرا لحضوركم جدا وتشرفكم جدا، وأنتم شرفتوني النهاردة، وأنا سعيد أن أنا ألاقي هذا الكم من الناس والشخصيات مختلفة من جميع الفئات. بشكر مؤسسة الأهرام، بشكر مجلة الأهرام أو الأهرام الرياضي، وبشكركم جميعا على الحضور. شكرا جزيلا. زي ما احنا كنا شايفين على الشاشة دلوقتي